المنتخب الجزائري البحث ومنح الفرصة للمتألقين من اللاعبين المهاريين واللاعبين الشبان المتألقين مثل ما هو الحال بالنسبة للبلودية في هذا الموسم. ثلاثة أو أربعة لاعبين من اللاعبين الممتازين شبان تبادل الكرة، توكي واحد منهم، مزيان يحتفظ بالكرة، مزيان يحضر كرة داخل منطقة العمليات، يا سلام أول أهداف المباراة. مزيان يتمكن من المرور والتسجيل في مرمى الحارس الشعال بكرة ثنائية ممتازة، تبادل كرة واختراق لدفاع المولودية بالاختراق، هي ثنائية داخل منطقة العمليات مع زواري، خروج غير موفق للحارس الشعال في هذه الكرة، زواري يقدم كرة بعد ذلك مزيان الكرة داخل منطقة العمليات بالرأس، خروج الحارس، الكرة الثانية زايدي الكرة وإلى ركنية من جديد عيسو يقول يا نعم يد، هل لمست الكرة اللاعب علي الأخرى، الكرة سقطت مباشرة على يد اللاعب، سهلة بالنسبة للحارس بنبوط يرسل الكرة لدفاع المولودية، توكي مرسلي أو نعم مرسلي من هناك ظهر يحاول سليمو، هي الكرة ممتازة على الجهة اليمنى، يا سلام يو تعديل النتيجة من زايدي في القائم الأول، يتمكن من تعديل النتيجة لمصلحة المولودية في الدقيقة 65، زايدي الورقة الرابحة الثابتة يتمكن من قطع الكرة ومخادة الدفاع والحارة هايلة عمر فؤاد ملعوبة الأول يطلب ماذا هناك، سنشاهد بالعرض البطيء، هي الكرة ممتازة بزايدي بالقدم اليسرى في القائم الأول يتمكن من تعديل النتيجة وضرب شباك الاتحاد يعدل وبقوة كاميرات إلى التعادل بالقدم اليسرى.